موكبا مشعا من المشاعل، إسنادا لأسران الأبطال في سجون الاحتلال، وضمن سلسلة الفعاليات المستمرة إحياء ليوم الأسير الفلسطيني، جابت هذه المسيرة شوارع مدينة حلحول شمال الخليل. الشعب الفلسطيني ماشي إلى الأمام من أجل تحرير كافة أبنائه الأسرى دون التمييز بين انتماء سياسي أو غيره، وبالتالي الأسرى الفلسطينيون هم الذين يشكلون الوحدة الجامعة لكل أبناء شعبنا الفلسطيني. هذا اليوم جئنا أيضا لنوصل رسالة لحكومة الاحتلال، هذه الحكومة المجرمة والمتطرفة، ولنقول لها بأن أبناءنا الأسرى لن نسمح لكم بالاستفراد بهم، وأن شعبنا جاهز لكل الخيارات التي يروها الأسرى مناسبة للدخول فيها وللمشاركة فيها. هذه المسيرة جاءت تلبية لدعوة حركة فتح إقليم شمال الخليل وهيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير، وذلك لإيصال رسالة للعالم أن الأسرى يعيشون ظروفا قاسية في زنازين تفتقد للحد الأدنى من احتياجات الأسير التي تقرها القوانين والأعراف الدولية. أبطالنا أسرانا ليسوا مجرمون وليسوا قطاع طرق وليسوا تجار ممنوعات، إنهم طلاب حرية، إنهم طلاب حرية، هم فدائيون، هم أحرار، هم أبطال، مكانهم ليس السجن. على جميع مؤسسات العالم التدخل لإخراج هؤلاء، مكانهم بين أهليهم وبين أطفالهم وفي أحضان آبائهم وأمهاتهم وبين أبناء شعبهم. فليطلق سراحهم جميعا، وأننا في حركة فتح نقول أن الأسرى هم سيظلوا عنواننا الأبرز، ولن نقف مكتوفي الأيدي حتى خروج آخر أسير من معتقلات الاحتلال الصهيوني، وإنها لثورة حتى النصر، حتى النصر. يحيي أبناء شعبنا في كل عام يوم الأسير الفلسطيني، وذلك ليترسخ في ذاكرتهم ولتذكير العالم بحجم تضحية أسرانا الأبطال ونضالاتهم من أجل حرية فلسطين وبحقوقهم المسلوبة من قبل قوات الاحتلال. محمد أبو صبحة، تلفزيون فلسطين، من حلحول شمال الخليل.